متابعينا ومستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بالخير والمسرات. تتواصل التحديات وتتواصل الانطلاقات في هذا الصباح، شوط اليه الاخر، ونجدد بكم التحيه والترحيب مع انطلاقه شوط جديد من اشواط الخير والبركه، وانطلاقه شوطنا الثالث عشر الذي خصص لفئه الابكار، ومع تحديات سن اللقايه من مسافة الأربعة كيلومتر ضمن تحديات وانطلاقات هذا السباق الأول من سباقات موسم الطائف لعام 2024 للميلاد. مقدمة الشوط هذه العنود تحتل المركز الأول بشعار بركات بن مبروك بن بركات العديني، يتقدم مع المركز الأول ومع الصدارة المركز الثاني. هذه ميزة لسالم بن سعيد بن منانة الاكتبي من يحتل المركز الثاني والمركز الثالث. الوصول من الغزية اللي هي القادمة في هذه اللحظات القادمة بشعار فهد بن فهد بوربع الحربي يقدم الغزية، والوصول في هذه اللحظات من المركز الرابع وصل شعار محمد بن علي بن حمد المري مع انطلاقته هملولة، والقادم شعار الرسمي وصل في هذه اللحظات مع انطلاقة رياسة سعد بن عامر بن سعد الفيد المري يحتل المركز السادس والمركز السابع. القدوم والوصول من شعار سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي مع انطلاقة مبشرة والقادمة بالمركز السابع. أتابع القدوم والوصول من أبعاده القادمة لسيف بن سهيل بن خير العفاري قادم شعار العفاري مع المركز السابع المركز الثامن. أرى الوصول والقدوم من الاسم القادم هنا شعار بن طويرش مع انطلاقة مطفية، عبد الله بن طويرش بن محمد الوهيبي قدم مع انطلاقة مطفية وفي المركز التاسع. شعار المتألق مع الدرعية راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، والمركز العاشر شعار بن طحنون هو القادم في هذه اللحظات مع أمسية فيصل بن فهد بن فهيد آل محمد الهاجري. نكتفي بهذا النداء ونعود إلى العنود وانطلاقة العنود مع المركز الأول. تتقدم العنود وتندفع بالمركز الأول بشعار العديني من يقدم لنا شعاره مع المركز الأول. بركات بن مبروك بن بركات العديني يحتل المركز الأول، يقدم العنود وانطلاقة العنود مع الصدارة، ولكن أمسية هي القادمة. شعارك يا أبو فهد هو القادم. فيصل بن فهد بن فهيد آل محمد الهاجري يحتل المركز الثاني. بن طويرش هو القادم مع مطفية. عبد الله بن طويرش بن محمد الوهيبي هو القادم في هذه اللحظات مع المركز الثالث. وفي المركز الرابع شعار بن مروشد قادم مع الدرعية راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد يحتل المركز الرابع الرسمي، قادم بكل قوة مع انطلاقة رياسة هي القادمة لسعد بن عامر ألف هيدا، وأيضا الوصول أيضا القدوم في هذه اللحظات من شعار بخيت بن مشعل بن بخيت السليس العتيبي يقدم لنا الحاكمة القادمة في هذا المسار مع انطلاقة شعار السليس القادم في هذه اللحظات من العاصمة الرياض. يحضر شعار السليس ليقدم لنا الحاكمة، وأيضا القدوم والوصول من مبشرة سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي قادم بكل قوة، وشعار العتيبي ينضم لدائرة النداء الأمامية ليتقدم مع دفاع اجتياز ساير بن محمد بن عبد الرحمن العتيبي والقادم في هذه اللحظات. شعار بن رفعان قادم في هذه اللحظات، وصل عايض بن رفعان بن عايض العاطف القحطاني مع انطلاقة شواهين، ولكن الوصول في هذه اللحظات من شعار بن شريم هو القادم. عبد الله بن سعد بن طالب ألف هيدا يقدم لنا التماس، ولكن العودة إلى صدارة هذا الشوط إلى العنود. من تتقدم بالصدارة تندفع بالمركز الأول العنود بشعار العديني في هذه اللحظات. من يقدم لنا شعاره مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط منذ البداية حتى هذه اللحظات تعلن السيطرة التامة مع هذا الانطلاق الذاتي والتلقائي بالفعل مع المركز الأول مع افتتاح كيلو
متر الأخير يا سلام على العنود وانطلاقة العنود مع المركز الأول. تتقدم العنود مع الصدارة ومع مقدمة الشوط بشعار في هذه اللحظات بركات بن مبروك بن بركات العديني من يقدم لنا العنود. ما شاء الله تبارك الله على هذا الانطلاق التلقائي بالمركز الأول. المركز الثاني شعار الوهيبي قادم مع مطفية واجتياز هي القادمة بالمركز الثالث. وصل في هذه اللحظات شعار ساير بن محمد العتيبي والقدوم والوصول من شعار حسن بن محسن بن نادر العامر مع الشاهينية وأيضا القدوم شعار الجربوعي محمد بن سعيد الجربوعي مع بطاشة. ولكن نعود إلى العنود وانطلاقة العنود بالأمتار النهائية. ولكن اجتياز يا العتيبي اجتياز هي القادمة بكل قوة. اجتياز لساير بن محمد بن عبد الرحمن العتيبي بلا أوامر بلا تعليمات تتقدم البطلة اجتياز مع المركز الأول ومع آخر الأمتار. يا أبو محمد يا أبو محمد هنيا لك هذا الفوز هنيا لك هذا الانتصار. التهاني والتبريكات لمالك اجتياز ساير بن محمد بن عبد الرحمن العتيبي من قدم لنا شعاره بالأمتار النهائية بلا أوامر بلا تعليمات تتقدم مع آخر الأمتار. ولكن الخطورة من الشاهينية. ولكن اجتياز ما شاء الله تبارك الله تهانينا تهانينا يا أبو ساير على هذا الفوز وعلى هذا الإنجاز الغير مستغرب مع هذه البطلة صاحبة العوائد والإنجازات. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني كان الوصول والقدوم في هذه اللحظات بشعار حسين بن محسن بن نادر العامر مع الشاهينية. المركز الثالث من نصيب العنود من احتلت المركز الثالث بشعار بركات بن مبروك بن بركات العديني. المركز الرابع من احتل المركز الرابع في هذه اللحظات شعار محمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري. والمركز الخامس مطفية بشعار بن طويرش عبد الله بن طويرش بن محمد الوهيبي. نعود بالتهاني والتبريكات لمالك اجتياز على هذا الفوز على هذا الانتصار. تهانينا والفي مبروك لمالك اجتياز ساير بن محمد بن عبد الرحمن المهيدلي العتيبي من قدم لنا شعاره ليظفر بنماسي هذا الشوط مع هذه البطلة صاحبة العوائد والإنجازات في كل المحافل. تهانينا يا أبو ساير على هذا الفوز. التوقيت الزمني 6:25 85 جزء من الثانية. توقيت اجتياز صاحبة المركز الأول في هذا الشوط. تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار.